السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. الإخوة الدعاء، السؤال موجه للدعاء: هل في القرآن الكريم أو السنة المطهرة يوجد نص فيه إساءة للآخرين أيا كانوا؟ هل الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما آزوه الكفار وضربوه حتى سال الدم من جسده الشريف، هل سبهم؟ هل لعنهم؟ هل الدعوة إلى الله تبنى أو تقول على فلان فعل كذا أو عمل كذا؟ أدعو إلى الله بالأسلوب، بالموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وإن كان هذا الرجل أو غيره كافر أو مشرك، من أدرك حتى تسيء للرجل؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني أما كان السؤال الأول السؤال الثاني أما كان أحق لإخوتنا الدعاء إلى الله بالحسنى والموعظة الحسنة أن يدعو غير المسلمين ليدلوا على طاعة الله، أم هم يقفوا ويدعون المسلمين؟ أنت تسب الإسلام، كيف تغرب؟ هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثالث: من أدراك أنت الفرقة الناجية؟ من يقول لا إله إلا الله في هذه الأرض، خلاص أنت ما بدي يعرف أنه أنت بتقرأ القرآن، بتقرأ الأدلة، ليه أنت بتسب الآخرين؟ ما تسب زول، أنت قل لي إذا أنت عالم أو أنت عندك دعوة أدعيني بالكتاب والسنة، علمني، قل لي الله قال والرسول قال، أي مقبولة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي ثلاثة أسئلة يا جماعة، والمغرب جاء باختصار شديد، ونحن فصلنا في غير الموضع ده وفي غير الزمن ده. المسألة الأولى: الكلام في الأشخاص وذكر الأشخاص بأعيانهم، كونه تحذر من فلان وفلان بأعيانهم، ده يا جماعة الزول قال هل في الكتاب فيه وهل في السنة سب وهل في لعن وهل كذا وكذا 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 إلى آخره. قال الله تعالى في القرآن: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأما مسألة اللعن بالنسبة للمعين بشخصه، فلان بعينه الله يلعنه يعني يطرده من الرحمة، دي نحن ما بنقولها، كونه نقول فلان بعينه الله يلعنه وهو حي دي ما بنقولها، زي ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء الثامن وهو كتاب القدر، وزي ما ذكر ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد شرح كتاب التوحيد عند شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم، والذي بسببه أنزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. أما الردى جماعة، كون تقول البرع ضال لأنه قال كذا والرد عليه كذا، الله في القرآن ذكر ناس بأعيان، ذكر فرعون ولا ما ذكر فرعون؟ ذكر هامان ولا ما ذكر هامان؟ وذكر قارون، وذكر اليهود، وذكر النصارى، وديل طوائف، ورد الله تعالى عليهم. وده الكلام في الناس بالحق. الله قال لك في القرآن في ناس ضلوا، قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا، في ناس قالوا، الرد عليهم: لقد جئتم شيئا إدا، إلى آخر الآيات. في زول بيقول لك يا أخ فرعون ده قال أنا ربكم الأعلى، ديل برضو زي ما ذكروا لك الإخوة بالكتب برضو ضلوا في جانب العقيدة، وقعوا في الكفر بالله سبحانه وتعالى. زول بيقول إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، نادي إسماعيل، والله في القرآن سبحانه وتعالى قال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. أما السنة يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في ناس بأعيان عديل بأسماء، قال في صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها: لما استأذن عليه رجل قال: أذنوا له بئس أخو العشيرة. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: احتج الإمام البخاري بهذا الحديث على ذكر أهل الفساد،
والنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. الدين ده يا جماعة توري الناس الأحكام، توريهم طريق الجنة، توريهم طريق النار عشان يحذروه، طريق الجنة عشان يسلكوه، توريهم الخير من الشر، وتوريهم أهل الخير عشان يكونوا معاون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انت كان ما عرفت الصادقين تبقى معاهم كيف؟ وتوريون اهل الباطل ولون ديل المجرمين، فلان وفلان مجرمين اخاتون، كان ما عرفت المجرمين ما ممكن تخش في نصهم، صح ولا ما صح؟ قال الله في القران، اذا رايت حديث: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال تعالى: وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أما تقول ضال دي تقولها أخير أنت ولا إبراهيم عليه السلام؟ أخير من أي جماعة؟ الله قال في القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أبوه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. مش الكلام انتهى؟ أما النقطة الثانية يقول لك: ما تدعو الكفار وما تدعو المسلمين بس، الدعوة دي خاصة بالكفار؟ الله قال: وذكر إن الذكرى تنفع منه الكافرين، وده القرآن ذاته، أنت ما قلت قرآن؟ المؤمن ده ما بذكروه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الآية اللي جبتها دي، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وبعدين المسلم ده دائما بنبهوه، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثه قال في وسط منه الصحابة، ده المسلمين ولا ما مسلمين؟ ده أفضل المسلمين، ولذلك كان بيذكرون، يقول: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، في البخاري ومسلم. بعدين يا جماعة ده كلام غريب، قال: ما تدعو المسلمين أدعو الكافرين. الخطبة بتسويها للكافرين؟ خطبة الجمعة دي بتقيف تقول: أيها المسلمون مرقوا برا، أيها الكافرون تعالوا خشوا جوا؟ ده كلام شنو يا جماعة؟ نحن بندعو المسلم وبندعو الكافر. أما لو قصدك بس التوحيد نوريه للكافر، ده كلام باطل. التوحيد يوروه للمسلم ويوروه لشنو؟ الكافر، لأن المسلم ذاته زائر تذكير. بل النبي عليه الصلاة والسلام ده مش أفضل مسلم؟ أحسن زول. الله قال له بعد 15 سنة من النبوة، لما مشى المدينة السنة الأولى الثانية، الله قال له في سورة محمد: فاعلم، للرسول عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يا أخذ كلام ذاته عجيب. يا أخي الله قال: يا موسى، خليك مسلم زي، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ذا توحيد ولا ما توحيد؟ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، لإبراهيم عليه السلام. الله قال للرسول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وآية واضحة عشان ما تكثر الكلام، في سورة الأنعام قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون، مش يكفرون، يؤمنون بآياتنا، فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. النقطة الثالثة والأخيرة واختم بها، قال: الوراكم من انتوا الفرقة الناجية. قل قال لك: من احنا الفرقة الناجية؟ كيوم القيامة وشوشنا دي شوشوة، انت عارف الحاصل شنو؟ وفي زول يا جماعة بيضمن الجنة ولا النار؟ يمكن الناس دي تشد بعدين تخش الجنة، والزول بيتكلم ده يكون مرائي ما مخلص، يخش النار، صح ولا ما صح؟ انت ده الدرب، ما تتلولو كثير، ده الدرب، اسلكه خليك مخلص. الله بوصلك ولا ما بوصلك؟ بوصلك. ما تقعد تقول لي انت قلت الفرقه الناجيه، قال لك: من انا؟ نحن نقول لك المنهج الشايلينه ده، القران والسنه وما كان عليه الصحابه، ده منهج الفرقه الناجيه. اما نحن نكون صادقين ولا كاذبين ولا سالكينه ولا ما سالكينه، دي مساله ثانيه. انا ما نقول نحن ناجين والباقيين ديل شنو؟ هالكين يا اخي، نحن ما ماسكين الجنة، نحن نرجو الله ان يدخل هؤلاء جميعا الجنة. انت ذات الله يتوب عليك ويدخلك الجنة.
تاكل لك موزه وتزلق بتفاحه في الجنه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.